زنقة البرتغال. اي اي حنا خدامين في زنقة البرتغال غنغلبو البرتغال. عطي واحد دقيقة غير يطلع الله شوية. شفتي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في البث المباشر من مدينه طنجه. حاليا كنتواجدوا مع حارس السيارات اللي معروف في مدينه القديمه، عنده رساله باغي يوصلها للمنتخب المغربي. خليكم معاه، يعني كيف ما كتلاحظوا السيد فرحان مجد محتفل لابس لباس كامل ديال المنتخب المغربي، الزريه ديال المغرب، طربوش ديال المغرب. خليكم معاه. بسم الله. شوف وحاول تعلي صوتك شويه. واخا تفضل. قلنا التوقعات ديالك من المباراه والرساله اللي خصك توصلها. نوصلوا ان شاء الله يغلبوا. تعلي صوتك. ان شاء الله يغلبوا ويرجعوا ان شاء الله ويفرحونا والشعب فرحان وكل الله ينصروا فرحان، كل شيء فرح الحمد لله. وحنا اللي بداوا المونديال وحنايا ما كنعسوا ولا والو، كنخموا ان شاء الله المونديال نربحوا بجهد الله. حنايا تابعين ان شاء الله خصنا نغلبوا البرتغال. انا في زنقة البرتغال كي خصنا نغلبوا البرتغال ان شاء الله، جوز نزيرو ان شاء الله، وكنطلبوا الله ينصر سيدنا وربي يخليه لنا والشعب فرحان وكل شيء كيبغي من طنجه العالم كامل فابور للمغرب، لا ناس اوروبا ولا ناس الامارات ولا الدول العربيه كامل ولا ناس افريقيا كامل محبين المغرب ان شاء الله. وكنطلب ان شاء الله يا ربي يا ربي نغلبوا هاد البرتغال وان شاء الله الحمد لله ربي يرحمنا بالشتاء الحمد لله. وخصنا حتى المنتخب يفرحنا المنتخب شنو يفرحنا. نهار اللي بدا هاد المنتخب وحنا كنتفرجوا فرحوا بكل شيء، بالصغير بالكبير بكل شيء فرحوا الحمد لله. واللي يعرف يعرف الله، الحمد لله الحمد لله، والله ينصر سيدنا وربي يخليهنا وربي دائما يخلينا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نربحوا ان شاء الله ونفرحوا ان شاء الله يا ربي. كنشوف انا نجيبوا هذه الكاس ان شاء الله يا ربي، هذه اللي كنطلب. والله ينصر سيدنا وربي يخليهنا والشعب فرحان، كل شيء فرحان، الحوانتيه فرحانين، القهاوي فرحانين الحمد لله. ما خصناش نخسروا، علاش ولا خسرنا كل شيء غنشوف الزيرو، خصنا نربحوا ان شاء الله. حتى الناس الحوانتيه، الناس الحوانتيه فرحانين كيدعوا لوجاد المغرب. إيفا موروكو. هايدا فرحانين الحمد لله، القهاوي فرحانين، كلشي فرح الحمد لله. أنا في زنقة البرتغال كي خصنا نغلبوا البرتغال بجوز نزيرو إن شاء الله بجهد الله. الله ينصر سيدنا وربي يخليه لنا، حتى الملك سيدنا فرحان. إن شاء الله غالبين إن شاء الله غالبين. فرحانين فيفا المنتخب. فيفا إن شاء الله دائما. غالبين إن شاء الله. فرحانين بجهد الله. هاي عاد شرينا هذا باب ان شاء الله نقولوا بجهد الله نقولوا 3-0 ان شاء الله ان شاء الله وكل شيء فرحان. لا ان شاء الله انا قالي بني الصغير 2-0 ان شاء الله. ومن طنجه الى العالم كامل فابور للمغرب، فابور للمغرب ان شاء الله. افريقيا ديالنا كل شيء ديالنا الحمد لله، كل شيء كيبغي المغرب ان شاء الله. والسلام عليكم، الله يحفظكم، الله يبارك. شنو التوقعات ديالكم من المباراه وش رساله نرسل فوق؟ هذا هو وليد الركراكي. انا حضرت عليه في 86 وحضرت عليه كان كيلعب مع المغرب، لاعب مخير ان شاء الله وواقف تبارك الله وصلى على النبي عليه واقف، الله يحفظه الله ينوره. 86 94 الله يحفظه الله ينوره، حتى هو مسكين واقف الحمد لله. احنا كتجيبوا لنا الناس اوروبا هذاك اللي نادر مغربي ان شاء الله وجابنا العز، ولد المغرب جابنا العز الحمد لله، جابنا العز والحمد لله والله يعاونه والله يجيب له التيسير والله يسهل عليه. بجهد الله اليوم غنغلبوا ان شاء الله، والله ينصر سيدنا والله يحفظه والله ينوره. حتى سيدنا فرحان الحمد لله وكل شيء فرحان الحمد لله. الناس هما القهاوي عامرين، كل شيء عامر الحمد لله، كل شيء فرحان. والسلام عليكم.
شنو ضلك؟ اذا متابعي قناة شفتي في كيف ما سمعت معنا الحارس ديال السيارات واحد الصدفة هو حارس سيارات في شارع البرتغال ومن بعد قال واحد الهضرة اللي مزونة انا عجبتني صراحة انا حارس سيارة البرتغال في شارع البرتغال واليوم ان شاء الله خصنا نغلبوا البرتغال على العبارة اللي واعرة يعني من قبيله هو خدام بهاد الحالة هادي وخدام وهز معاه راية ديال المغرب يعني مفتخر بالبلد ديالو وفرحان بالبلد ديالو. اذا متابعي قناة شفتي في حاليا وصلنا نهاية هاد البث نتلقاو في بث مباشر اخر.